ولمناقشة أوضاع الصحافة والصحفيين في العراق في اليوم الدولي للصحافة، معنا هاتفيا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. مرحبا بكم أستاذ معاذ. إذا يمر اليوم العالمي للصحافة والعراق ما زال متأخرا في قوائم حرية الصحافة، من الجهات التي تعيق حرية الكلمة في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ومرحبا بكم، واسمح لي في بداية الحديث أن أتوجه بالتهنئة والتبريكات لقناة الرافدين الفضائية التي ترفع راية الصحافة الحرة، والتي ما تزال تكاد تكون الوحيدة في ميدان العمل الصحفي في العراق تسير على خط الكلمة الحرة والكلمة الصادقة. بركتم. يا سيدي، لا يخفى على كل متابع حصيف ومتجرد وهو يرصد أحداث المشهد العراقي، لا يخفى عليه أن مشكلاته الفرعية والظاهرة وما يحصل فيه من تدهور وانتهاكات وجرائم وعلى كافة المستويات، كلها هذه تكمن في مشكلة كلية وأساسية يعبر عنها النظام السياسي الذي تشكل تحت مظلة الاحتلال وبرعايته أخذ يمارس الطغيان مدة 20 سنة. العملية السياسية بمنهجيتها وبنيتها ومساراتها وأحزابها وميليشياتها، ولك أن تعدد الكثير من الأدوات الأخرى المتصلة بها، تعمل بصراحة وبشكل صريح على مصادرة الحقوق وحجب الآراء وقمع الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة. لماذا؟ لأنها إن لم تفعل ذلك فلن تكون قادرة على البقاء كل هذه السنوات في الفساد الطاغي فيها ومنظومة المحاصص الطائفية والعرقية التي تقوم عليها، هذه كفيلة بأن تجعل العملية السياسية تنهي نفسها بنفسها. العملية السياسية هي واقع شاذ وكيان مضطرب فرض على الشعب العراقي، فرض على طبيعة تكوين المجتمع العراقي القائم على التنوع والتعدد بنمطه الإيجابي المفضي إلى التعايش. حتى يضمن هذا النظام استمراريته رغم كل تلك الأمور السلبية ورغم كل تلك التناقضات التي تتقاطع مع رؤى العراقيين، تجد عملية سياسية نفسها أداة للقمع وأداة للتنكيل بكل ما يعبر عن هذا الفساد وكل ما يعبر عن هذا الباطل الذي تقوم عليه. لكن نعم تفضل سمونا. يعني عفوا المنظمات الحقوقية على ذلك يعني نعم تفضل عفوا استاذ معاذ اكمل. نعم يعني عفوا على ذلك اقول الامم المتحده نفسها التي خصصت هذا اليوم عام 1991 ليكون مناسبه سنويه للبحث في حق الصحفيين، اسسته ليكون مذكرا للحكومات والانظمه لكي تعمل بشكل عام على الانتباه واحترام الحريات الصحفيه وتوفير البيئه الحره والامنه للعمل الصحفي. فاذا كانت هذه الانظمه، فلنقل بين قوسين الانظمه الشرعيه، تعد مصدر إعاقة للعمل الصحفي الحر، فما بالكم بحكومات وأنظمة سياسية تشكلت تحت مظلة الاحتلال الذي من المفترض أن تعارضه المنظمة الأممية وتعمل على إنهائه كما هو حاصل في العراق. وهنا السؤال عن دور ما يسمى المجتمع الدولي في ذلك. يعني المنظمات الحقوقية سبق أن صنفت العراق ضمن البلدان الأكثر خطورة للعمل الصحفي في العالم، وحتى المرصد العراقي للحريات الصحفية رصد أكثر من 500 صحفي في السنوات الماضية قد تعرضوا للانتهاك و التضييق عليهم. يعني من يتحمل مسؤولية حماية الصحفيين؟ أليس للمجتمع الدولي دور في ذلك؟ نعم، اسمح لي هنا يعني أن أعبر بحرية صحفية ونزاهة إعلامية عن إدانة حقيقية للأمم المتحدة، ولا سيما بعثتها في بغداد. نعم. التي من المفترض أن تكون نصيرا للحريات العامة والصحفية منها على وجه الخصوص، لا أن تكون متماهية إلى حد الابتذال مع الحكومات المتعاقبة ونظامها السياسي. البعثة الأمم المتحدة التي تكتفي بالإحاطات الفضفاضة التي كانت في بادئ الأمر تحاول فيها مسك العصا من الوسط كما يقولون، أخذت مؤخرا لا تخجل من تبرير صنيع حكومات الاحتلال، وإن أرادت أن تتحدث عن الانتهاكات في البلاد فإنها تتحدث على استحياء وبجمل سرعان ما تنسى بعد إتمام قراءة الإحاطة أو التقرير. أقول هذا بشأن المنظمة الأممية لأنها المسؤولة في المقام الأول عن توفير الحماية للصحفيين وتوفير البيئة الآمنة لهم للعمل بحرية دون محددات سياسية،
حينما يريد صاحب التقرير أو الخبر أن يتعاطى مع قضية ما. ثم إن حكومات الاحتلال وإن كانت هي محترفة في الإجرام والانتهاكات فإنها أيضا مدانة وليست مسؤولة فقط عن حماية الحريات الصحفية، لأن مثلا إذا أردنا أن نعبر عن هذا بمثال عملي تجد أن الآن مكاتب الوكالات العالمية والدولية والصحف ووسائل الإعلام التي تعمل حاليا في العراق جميعها مرهونة بسطوة النظام، لا يمكنها إخراج تقرير واحد دون أن يصب بمصلحة السلطات الحكومية. من يخرج عن هذا السياق يعاقب بإغلاق مكتبه أو مصادرة معداته. وأنت خبير بأن مفهوم المخالفة في هذا الشأن يعني أن الصحافة المناهضة للعملية السياسية تواجه خطرا محدقا يعني من قبل الحكومة المتعاقبة ومن خلفها الاحتلال الذي يمثل هو المسؤولية أو تقع عليه عاتقه المسؤولية الأساسية والكبرى. طيب أستاذ معاذ، ما يعني نتائج ذلك؟ كيف انعكست أعمال الاغتيال المنظمة والخطف والاعتداءات على الصحفيين على العمل الصحفي عموما والإعلامي في العراق منذ نحو 20 عاما منذ بدء الاحتلال؟ نعم يا سيدي، سبق أن قلنا عبر قناتكم الكريمة في وقت ماض أن الإرهاب الحكومي الذي تفرضه العملية السياسية وحكوماتها بهدف فرض مزيد من السطوة على ثقافة ومفاهيم وأفكار المجتمع العراقي، هذا الإرهاب هو السائد حاليا في المشهد الإعلامي في العراق. ومن آثار ذلك باتت الحقيقة مخفية أكثر من أي وقت مضى بسبب إما خوف أصحابها من الموت أو التغييب الذي يتهددهم في حال كشفوا جانبا من الفساد أو الجرائم الحكومية الممنهجة. اليوم في العراق وفي أوساط مواقع التواصل الاجتماعي حيث من المفترض أن الكل فيها يستطيع أن يكون صحفيا ينقل الحقيقة ويكشف واقع البلاد، تمت مخاوف كثيرة من التدوين والحديث عن الشؤون العامة والأسيما السياسية والاقتصادية منها. لا. بعدما يعني اتخذت السلطات الحكومية ذريعة ما تسميه كذبا محاربة المحتوى الهابط، اتخذته ذريعة لتنفذ قانون الجرائم الإلكترونية. هذا القانون عفوا الذي تسيره بميزاجية وبدوافع سياسية وأخرى طائفية لم يستهدف المحتوى المنحط في مواقع التواصل، بل وجهته نحو الصوت المطالب بالتغيير واستهدفت في ظله النشطاء المناهضين لسياساتها. كل ما أشيع عن ملاحقة أصحاب هذا المحتوى الهابط مجرد أوهام ساقتها حكومة بغداد لتغطي على فعلتها الحقيقية لانتهاك قرية الصحافة، وإلا فإن جميع من أعلن عن إيقافهم بذريعة المحتوى الهابط ما زالوا يطرحون ويمرحون في مواقع التواصل، وما يزال هذا المحتوى مشاعا تعتمده أحزاب السلطة وميليشياتها يكون وسيلة لإشغال العراقيين. نعم. وسببا لصرف أنظارهم عن قضية بلدهم الكبرى. إذن هاتفيا من عمان معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.